على طريقة وكيفية تفعيل إلغاء تفعيل سحب الإطار المنبثق، نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الميزات المتقدمة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المختبرات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على اسحب العرض الإطار المنبثق، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل السحب العرض الإطار المنبثق، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.